Assalamu alaikum, je suis Lawrence Randolph, le consul général américain au niveau de Casablanca. Je suis aujourd'hui à Agadir pour visiter le projet de MCC. C'est toujours un honneur d'être ici à Agadir, c'est tellement joli. On a été reçus très chaleureusement et le peuple, le gouverneur, toutes les autorités locales, c'est vraiment quelque chose à voir comme ils travaillent pour les gens d'ici en fait. Et je suis très fier aussi de mon gouvernement, le gouvernement des États-Unis, MCC, pour tout ce qu'ils ont fait en coopération avec les autorités locales pour le bien-être de cette belle région. Merci beaucoup. السلام عليكم تحية. جد مسرورين بهذه الزيارة اللي كيشرف عليها السيد العامل العام إنسكاني تنلول معية السفير ديال الولايات المتحدة الأمريكية ومعية رئيس الجهة وفي نفس الوقت رئيس المجلس الإقليمي والنواب البرلمانيين. جد مسرورين أنه هذه الزيارة اتفقوا ديال الإشغال اللي كتمر بها يعني لازون اندستري ديال التسهيلة يعني واحد لازون اللي هي الحمد لله غتكون في واحد الحلة اللي هي حلة يعني مزيانة اللي فيها مواصفات دولية بالنسبة لتوت لي زون اندستريال يعني ديال المنطقة. يعني الزيارة اتفقوا ديال أنه رعوا الإشغال شافوا يعني لافونسمون ديال الاشغال فين وصلوا. يعني على الزياره ما تزيدنا الا احنا افتخارا بالنسبه للمجلس البلدي التشاره الجهاديه. يعني ما تبقى الا ان ريفيرونس بالنسبه للمجلس. هذه بادره طيبه يشكر عليها السيد العامل ولا المرافقين ديالو. نتمنى من الله انه هذه الزياره تكرر ان شاء الله في لينوغارسيون ديال تسهيله الا كمل لي طرافو من هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم لومويت انه لي طرافو ان شاء الله غادي يكملوا وغتكون تسهيله ان شاء الله بواحد الحله اللي هي زميله. ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا للجميع وشكرا للحضور الكرام وشكرا لتوسائل الاعلام ما لكم التوفيق انتم وشكرا على الزياره ديالكم وتحيه. اليوم كنتواجدوا بالمنطقه الصناعيه تسيلا في اطار واحد الزياره تفقديه لواحد العدد ديال الاوراش اللي انطلقت في الحي الصناعي بشراكه مع مجموعه من المتداخلين في القطاع الخاص في القطاع العام وكذلك المنظمات الغير حكوميه. اليوم كيحضر معنا هذا الوفد الرسمي اللي كترأسه صاحب الجلالة على إقليم إنسكان أي تملون ومعية القنصل العام ديال الولايات المتحدة الأمريكية كذلك رئيس الجهة كيحضر معنا ورئيس المجلس البلدي ديال التشارة الجهادية. يعني كانت واحد الفرصة باش تقدموا شروحات لمجموعة من المشاريع اللي هي في إطار الإنجاز اللي عندها واحد السقف زمني لا يزيد على سنة تقريبا لكي يهم إعادة تأهيل الحي الصناعي لميزة نيفو وكذلك يعني زيادة ديال واحد العدد ديال الأوراش من بينها المقر ديال الجمعية ديال المستثمرة ديال الحي الصناعي من بينها واحد الحضانة اللي غادي تساهم هي كذلك في الرقي بالحي الصناعي وكذلك يعني الأبناء ديال المستخدمين ديال الناس اللي كيخدموا في الوحدات الصناعيه ديال الحي الصناعي تسهيله انه غتكون فرصه انهم يكون عندهم واحد المكان اللي هو لائق اللي يخليو اولادهم في امان وملي سالوا الخدمه ديالهم عاوتاني غادي يتركوهم وهذا. كاينه البناء ديال الملحقه الاداريه اللي خاصه بهذه المنطقه هذه اللي غتقدم خدمات القرب لفائده المستثمرين. كذلك كاين مجموعه ديال المطاعم الكيوسك مجموعه ديال الكيوسك اللي غادي يقدموا خدمات يعني قرب لفائده المستخدمين ديال الحي الصناعي فيما يخص المطعم في يعني توفير واحد الظروف اللي هي لائقه بالكرامه ديال المستخدمين انهم يحسوا بالامان ويحسوا انهم كاينوا في واحد المنطقه الصناعيه اللي هي كتضمن هاد يعني التنميه المستدامه كتشمل واحد العدد ديال الخدمات اللي هي مهمه بالنسبه للحي الصناعي ان توفر فيها. كما ان برنامج تاهيل الحي الصناعي تسهيله يشمل توسيع الشوارع والازقه لتسهيل عمليه المرور ديال الشاحنات وكذلك السيارات